مساكم خطافية. اليوم يا جماعة راح اركب الوال بيبر، يمكن منكم يعني وايد منكم ما يدري ان خطافية شرت وال بيبر جديد حق غرفتها. خطافية وين راح تحطين الوال بيبر بما انه صار وايد اشياء بغرفتك؟ اوكي راح اقول لكم شيء، الحين انا غيرت هذا ودخلته داخل، صح ولا لا؟ الوضعية صار انه يعني كمان يعني انه صار فاضي المكان وايد يضحك، فاللي راح يصير انه خطافية شرت وال بيبر. خليني اوريكم اياه. تخيلوا يا جماعة ان هذا هو الوال بيبر، شوفوا شوفوا جماله، تخيلوا تخيلوا وراء، تخيلوا وراء، واو راح يطلع روعة. اوكي سو يا جماعة الخير راح اروح الحين اسوي الصمق مال الوال بيبر، وراح اصمق وياكم الوال بيبر حق الجدار اللي وراه، مش الجدار، الطوفة اللي وراه. فاي سو اكسايتد نشوف الشكل النهائي، لكن ما راح تشوفون الشكل النهائي اليوم لانه في اشياء وايد بسويها. اول شيء بشتري زرع كبيرة توصل لهني، ثاني شيء راح احط الزق اللي يسمونهم هذول يسمهم يا ربي السكيت بورد وشي وحركات سوالف. فليل حين خطافي ما تخلصين دارج 100%، ما راح اخلصها 100% الا بعد 3 سنين قدام. شكرا. لان يا جماعه خطافي دائما تحب تشوف غرفتها بيرفكت، يعني احب اشوف غرفتي مو موجوده بالحياه الا بغرفه خطافي، فهمتوا؟ يعني احط بصمتي فيها زي بصمتي. لا لا كذا كفايه. يلا يا جماعه، يا جماعة تخيلوا ان هذا كلهم اغراضي بعد، يا ويلي كلهم اهلي شالوا اغراضهم من هنا. Remember this one؟ The glue؟ For the wallpaper. ايوه. يلا do for me this one. يا جماعة الخير الحين ذهبنا الجلو اللي هو الصمغ. فالوضعية ان خطافية راح اسوي شيء مينون، ادري ان ابوي راح يزفني بس اوكي يا جماعة شوفوا شنو خذيت من ابوي. كل ما اخذ واحدة اضيع الثانية، المهم خذيت واحدة جديدة راح اصفق فيها بالجلو، لكن راح اسوي الطريقة اللي هما مثل ما هما كاتبينها بالصندوق، ان تحطين الصبغ صمغ سوري على الوال بيبر بتحطي، انا كنت احطه على الطوفه، فنفس الشيء يعني. المهم راح استخدم هذا عشان اخذ وايد شيء والزقه بطكم. يلا خلينا نبتدي، بس خلينا ندني الاشياء كلها هالجهه. يا جماعة هذا هو الوال بيبر، وهذا هو المقاس حق المتر اللي هو عشان نقيس وياكم الطوفة ونقص قبل ما نلزق، عرفتوا؟ عشان يصير عندنا اسهل نسوي سلايدات ونحركها. خذينا نفس مقاسات الطوفة الطول ومديناه هني، فراح اقصه تقريبا ل 110. يلا يلا يا جماعة شلون انا بقصه وما عندي كتر؟ واروح اجيب الكتر اللي هو ياي خربنا. يلا اتسوكي لا تسوكوا بقى. هذا اول سلايد سويته، فراح اقلبه من ورا واحط عليه اللي هو الصمغ، وبعدها الزق يا ويلي الزق اول شريحه. يلا سو اكسايتد، تحدي لان يا جماعه ظاهر في شريحه بعدين راح اقصها بالنص جي، فراح اتعب راح اتعب وايد هالمره. يلا you
عشان انكسرت ريدي. احترت تعورت تقعت تدلقت ريدي. الحين شنو احط الحين؟ ويما قلبي ويما. زي بسرعة ليش زي حصل؟ جماعة اوف سويت. اوه ماي جودنس. بروح اجيب سلم يا جماعه ما لي خلق يعني انزل ايش دعوه ما جبت السلم بشيل الكرسي يطيع بغيت اطيح انا طحت وخلاص شو انما انكسرت ريلي بقوم احط مره ثانيه صمغ والزقها جاي اول سطره من الوال بيبر والله راح يصير روعه شوف 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 الديت اوه شوف الديتيلز او ماي جودنس شوف شوف تخيلوا شي على الجنب روعه 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 ابي روعه تخيلوا هذا كله ايه ده الحين يا جماعة نية حق المشكلة العودة ان خطافية شلون الحين راح تركبينه حبيبتي راح يزيد وايد لان سمك الوالبيبر اللي هني ما راح تكفي اللي هني اتوقع هني شوي راح اقص منها فاتوقع ان خلونا نركبها بعدين اقصها شي ايش رايكم ما ادري خلونا نجرب يا جماعة جبت العيد قصيت غلط وزيادة عن اللزوم قصيت اوه شنو هالازرق ما ذاك ما ادري المهم يا جماعة فاللي راح يصير انه بحط بقلم شاربي يعني شي نقطتين عشان اعرف انه اقص هني بعدين اقص هني فهمتوا بحط بالقلم الاسود عشان بعدين هم ما يبين بالكحلي يلا روعة 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 يا جماعة شوف 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 او ماي جاد 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 طحت بغرامة قسم بالله احلى والبيبر شريته بحياتي هزت الارضية يلا نكمل يا جماعة فوق 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 مو فوق فوق يعني فوق هذا بعدين يطار لهني وبس او ماي جاد نار يا جماعة ردة فعل ابوي لا ادوت شغلة ايش رايك؟ يبا مت ما قدرت لانه مقصوص عبالك هذا شنو هذه حجمها الصح هذه حجمها مو صح انا قصتها ما اقدر شنو ما اقدر يبا تعبت بس حلو بعد ما يبين تتقو بس هم هذه مو عليها اي نو تعبت يبا ايش رايك ما يبين تعال وقف ورا زين خلنا نشيل عيل زين يلا يلبو تعبت حتى الفوق هذيك ما اقدر اقصها تعديلات بسيطة يا جماعة في غلط هذول الثنتين يبينون انه قطعتين هذول الثنتين ما يبينون انه قطعة واحدة كنهم شلون كانت تحت يعني قصتهم ترتيب وصلني شيء جبار جبار بمعنى الكلمة هالشيء انا منقيته فايم سو اكسايتد انه نشوف مع بعض اول شيء راح اوريكم المكتب اللي المفروض كان مكتب لكن خطافية فوكس اوكي المفروض انه كان هذا المكان مكتب بس خطافية غيرت رايها قالت تسوي بدل المكتب غرفة فلة ويعني تشذي حق الناس الفلة اللي نفسي اوكي زوارات البنات شيون ويعني المهم تذكرون الغرفة الزرقاء ولا ما تذكرونها امانة في الله هذه هي الغرفة الزرقاء لكن شريت طابوق احمر فخلوني اوريكم الطابوق النار وطبعا يا جماعة هذا هو الطابوق النار راح نغير الباب وايد اشياء اكشن الارضية راح تغير لكن خلنا اوريكم الاشياء العجيبة اللي وصلتني من احدى مواقع الكويتية اللي تسوي
اللوحات نوريكم اياهم اكبر لوحتين وصلوني شوفوهم كام. خل راح يجيبون سوالف يلا. وايد اكسايتد او ماي جاد. لو اكتب كل واحده يا جماعه قفه صغيره ولا اكتب هالجهه ريحتها. حاط شوي لماع يا جماعه عشان لا يكون بارد. جاهزين يا جماعة تشوفون الأسد مع الغزالة يم بعض؟ خلونا نفكر هل نحطهم هذه الجهة ولا الجهة الثانية. أنا قاعدة أفكر لو أحط لوحتين جي يم بعض بعدين كرسي كبير يصير شكله حلو، فأحط البروجيكتور هني والقعدات هني. ما أدري قاعدة أفكر أنا للحين.